هذا المخطط عمليا انعرض بشكل مركز وكمخطط للقضاء او لانهاء مشكلة البدو كما يسمونها عام 96. وبالتالي زي ما انتم شايفين هي عملية عام 1970 كل الواقع في النقب لم يكن متربي. وبالتالي سكن تل السبع اول بلدة 200 نسمة. وبالتالي وفقا لمخططهم عام 1995 كان في 40 يعني 40% سكان قرى غير معترفين. وفقا لمخطط اللي وضعته مديرية البدو من 1996 حتى 2008 كان لازم ينهوا قضية القرى غير معترفين. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. في هذه الحال كان لصمود الأهل الرد الرادع في هذا. وكما تشاهدون تحت 2011 نسبة سكان القرى غير المعترف بها كان في 95 عام 95 40 اليوم يمثل على الأقل 50%. كم؟ هذا هو المخطط وفقا للتسلسل الزمني لنقل على مراحل. بس حبيت اقتبس الياهو باباي. الياهو باباي كان مدير مديرية البدو. والكلام اللي قاله بعد اوسلو. قال باباي الآن حينما وضعوا الخطة الآن هي فرصتنا اللي يمكن بالفعل أن ننفذ فيها الخطة. وتنفيذ الخطة سيكون عملي لأن أوسلو وتداعيات أوسلو على القضية الفلسطينية ككل. وبالتالي شعورنا يا وحدة هو انطلق خلاص تركونا العرب وتركنا الشعب الفلسطيني وبالتالي ليس لنا مصير إلا إسرائيل. والأجيال الجديدة عند البدو اللي عمليا زفت أو ودها تزهر حياة النكد وحياة السكن في بيوت الصفيح العاملين هم سيفرضون الحل. كم الآن بدون أدنى شك اليوم احنا في واقع اللي إسرائيل ليس أمامها أي خيار آخر. أوسلو والعليم الله يعني أدولها بالجد إنه في مهب الريح في ظل ما يحدث في شرقنا. والأجيال الجديدة الشباب كما تروهم هنا يتواصلون مع الأرض وفي وعيهم هم أكثر تجذرا وتمسكا بالأرض. العاملين هوضا السياسي الداخلي والخارجي والعامل الاجتماعي الداخلي للمجتمع العربي في النقب واضح انهم واضعين اسرائيل في مشكلة. اليوم اسرائيل في اطار مخطط برافر يقولوا كلام واضح. نضع هذا التقرير على طاولة الحكومة لننهي به حقبة اللجان وتوصياتها بما يخص اسكان البدو ولنعلن بهذا ان ساعة العمل قد دقت. في الامسية في رهط قالوا لي لا تخوف العالم. وانا ما ودي اخوف العالم بس انا ودي اقول كلمتين خاف الله الكلام ان ما ودنا نقول يوم من الايام وكنت يوم ما قبل الثور الابيض بالمعنى هذا لانه والله مش راح يصير. لا اليوم اسرائيل جديه في اكثر جديه اكثر من اي مرحله سابقه. وبالتالي التنفيذ اللي ترتكز عليه ان مخطط برابر اليوم اذا بالفعل نجحوا في التقدم على محوره
ولما حولوا له قانون. ووفقا لهذا القانون من لم يقبل بالحل وفقا لبرافر بعد 5 سنين من العرض عليه ستسجل الأرض باسم الدولة شاء من شاء وأبى من أبى وفقا لهذا المخطط. وبعد اللي ما ودي يرحل بالضيبة ودي يرحل بالعاصمة زي ما بنقولها في بلادنا، بمعنى إن إسرائيل لم تكتفي بعد بالبوليس المتعارف عليه، بل أقامت وحدات خاصة، بل أقامت وحدات خاصة تأتي إلى موقع الحدث ملثمة مدججة بالسلاح تبحث عن الدماء. وأكبر دليل ما حدث في العراقيل وحدث في الصدامات الأخيرة في هذه البيوت في أكثر من قرية. النقطة الثالثة هي في غاية الأهمية للتركيز عليها، إن إسرائيل في ميزانية 2011 رصدت مليارديات الشواكل لتنفيذ هذا المخطط. والأمر جدي، هل نحن جاهزون للتصدي؟ هذا هو السؤال. أعتقد لا على مستوى الأحزاب ولا على مستوى لجنة المتابعة ولا على مستوى التنظيمات والجمعيات الأهلية الباعدة على الأرض نحن جاهزون. يمكن هذا المكان هو اللي أجدد فيه الدعوة حقيقة لكل الأطر السياسية الحزبية الجمعيات وغيرها أن تتعالى عن الصراعات السياسية والمصلحية من أجل إنقاذ أهل النقب. وبارك الله فيكم. بالفعل في النضال السياسي، شكل النضال السياسي محور أساسي في كل في بناء قاعدة التصدي لكل المخططات اللي نحكى عنها. وبيلعب المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف فيها كجسم تمثيلي للقبائل للسكان بدو في النقب دور أساسي. وهون بحب أدعو الأستاذ جازي أبو كاف المدير العام للمجلس الإقليمي للقرى الغير معترف فيها لتقديم مداخلة بعنوان مسارات النضال السياسي في النقب عقبات وتحديات. السلام عليكم. أولاً أود أن أشكر جمعية بلدنا وعدالة والحضور على إتاحة الفرصة إنه تشاركونا همومنا في النقب. في البداية بدي أعيد على نفس الحقيقة اللي ذكرها الأخ عامر والأخت سهاد بأنه النكبة ربما هي في أذهان البعض تاريخ، ولكن في النقب وخاصة في القرى الغير معترف بها هي واقع، واقع مر، واقع صراع. النكبة يعني بتطبق في الذاكرة مع عمليات التهجير وعمليات الترحيل القسري، وهذا هو المصير الذي يتوعد به صانعو النكبة سكان القرى غير المعترف بها. لتصدي لهذا المصير لابد من الوقوف والنضال، والنضال يحتاج أولا إلى موقف صادق وإلى عزم صادق للنضال.
نضال عرب النقب وخاصة في القرى الغير مطرف بها يحتاج إلى أن يكون واقفا معه. نحن أملنا إنه يقفوا معنا، يعني بلاش نقول إنه إخواننا في العروبة أو إخواننا في الإسلام، أقول على الأقل يقفوا معنا إخواننا في النكبة. أنا ودي أعرض أول شيء صورة وين هي القرى هذه وما إيش الواقع اللي موجود فيها، ما هي التحديات التي تواجهها، والتركيز هو بالذات على إيش إحنا ممكن نعمل، ما هي وسائل النضال المتاحة لنا كسكان في القرى غير معترف بها وبقية البلدان السبعة. إذا ممكن بس الخارطة الأولى، إذا بنشوف فين في النقاط الحمراء، هذه هي القرى الغير معترف بها، قرى لونها أحمر مش بالصدفة لأنها الدولة تعتبرها تهديد ديموغرافي وتهديد أمني. عدد القرى هي المؤشرة هي 46 قرية. إذا تنتبهوا للحجم تبع الدائرة بيدل على عدد سكان القرية اللي هو بيتراوح ما بين 700 نسمة إلى 4000 نسمة. في قسم من القرى هاي تم يعني هي موجودة في مرحلة اعتراف. إذا بنتقل للخارطة الثانية ممكن نشوف إنه اللي بالأخضر هذا عمليا السبع قرى اللي موجودة اللي كان الهدف السلطة هو عمليا تركيز كل القرى الغير معترف بها في السبع قرى المؤشرة بالأخضر، ولكن هذا المخطط فشل بعد نضال وبعد تنظيم اللي بدأ من قيام المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها والنضال الجماهيري. فشل هذا النضال أدى أو فشل المخططات أمام النضال هذا أدى إلى أن الدولة تعترف ب 11 قرية. إذا بناخذ الخارطة اللي بعد راح نشوف في عندنا بالمحاطة بالمربعات الزرقاء وفي كمان عندنا دائرتين موجودات، هذول هن القرى تم الاعتراف بهم حديث. هذه القرى كان نتيجة نضال ونتيجة عمل منظم في المرحلة الجاية. لما أنا بحكي عن وسائل النضال راح نشوف بأي وسائل احنا حققنا هذا الاعتراف. بالذات أنا أشرت القرية اللي في أعلى الخارطة لسبب إنه هاي القرية لم يعترف فيها في مكانها، إلا هذه القرية تم ترحيل السكان بالاتفاق بعد مضايقات وبعد عمليات هدم وغيرها، اضطروا السكان إنه يقبلوا إنه تقام لهم قرية ولكن في مكان مختلف. إذا ممكن ننتقل للصفحة الأولى، القرى غير معترف فيها 45-35 قرية هذه ما زالت غير معترف بها، وهذه هي القرى المهددة بالترحيل. ال 11 قرية اللي أنا شفتوها على الخارطة هي في مراحل الاعتراف، ولكن واقعها هو واقع قرى غير معترف بها. احنا لما نحكي قرى غير معترف بها هي واقع مأساوي، واقع لا قرى لا يوجد بها كهرباء ولا يوجد بها ماء ولا مرافق صحية. في بعض المدارس اللي بنيت في مراكز معينة بهدف بسبب أو بضرب القانون، المدارس هذه